أقدم لكم برنامج البيانو الأبيض مع ضيف الشرف الأول الموسيقار محمد عبد الوهاب. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب. مساء الخير يا أستاذ حكيم. أظن دي أول مرة بتواجه جمهورك عن طريق التلفزيون. آه طبعا. طيب والله في سؤال أحب أسأله. إيه شعورك بالضبط لأول مرة وأنت بتؤدي أول عمل فني أمام هذا الجمهور عن طريق التلفزيون؟ شعور بالسعادة. والسعادة الأكبر إني حبتدئ نشاطي في التلفزيون بأنشودة تبتدئ باسم حبيب. اسم في كل قلب من قلوب العرب في جميع أنحاء العالم. ناصر. Ba 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 ba